حياكم الله مشاهدينا اينما كنتم، اهلا بكم الى حلقه جديده من جرايد نستهلها بالعناوين. في الرايه القطريه السد يزح الاستقلال ويقتحم مربع الكبار. في الوطن القطري فريره ما حققه السد انجاز للكره القطريه. في الشرق القطري التحيل يهزم نفسه في ايران. في العرب القطري الريان ينسحب امام قطر في دوري اليد. في السياسة الكويتية مارين القديسية يسير بخطى ثابتة للمنافسة على الدوري. في الزمان العراقية الجوية تدافع اليوم عن اللقب الآسيوي أمام الجزيرة. في الشروق الجزائرية مشجعون يقتحمون مقر العميد ويطالبون برحيل قاسي السعيد. في الجمهورية التونسية 1000 تذكرة لجمهور النجم، أو نتابع هنا مع سبورت بارتوميو، من الطبيعي أن يترشح ميسي لجائزة الأفضل. في مترو كذلك نقرأ مع بعض تشيلسي يسعى لتمديد عقد ديفيد لويس. أما في فرانس فوتبول الفرنسية صلاح ليفربول قادر على الفوز بالدوري والتشامبيونز ليغ. في لا غازيتا ديلو سبورت توتي مودريتش يستحق الكرة الذهبية. من العناوين نذهب إلى التفاصيل، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبدا جولتنا في الصحافه القطريه من جريده الرايه، ونتابع في غلاف ملحقها الرياضي والتي كتبت وعنونت السد يزيح الاستقلال ويقتحم مربع الابطال، وتحيل ضيعها في لمح البصر، عوايدك يا زعيم اسيا. في الغلاف ايضا بقياده الدولي عبد الرحمن الجاسم، تحكيم قطري لنهائي كاس الاتحاد. في صفحة التالية من الراية نتابع تفاصيل عنوان الغلاف، ونقرأ مع بعض سفير الكرة القطرية يكتفي بالتعادل ويتأهل قبل النهائي القاري. الزعيم يزيح الاستقلال ويقتحم مربع الأبطال. الفريق يضرب موعدا جديدا مع بيروزي في نصف النهائي أكتوبر القادم. وفي الصفحة ذاتها أكرم عفيف سعادتي كبيرة بالتأهل. نتابع في الصفحة التالية بالراية تصريحات المدربين حول المباراة. الإرهاق أثر علينا خلال اللقاء فيريرا مدرب السد، حققنا المهم وعلينا أن نكون أفضل أمام بيروزي. مباراة طهران كانت أسهل وكنت أخشى لعب زمن إضافي. أثق في الحارس مشعل برشم والأخطاء ستفيده في المستقبل. في صفحة ذاتها حزين بسبب النتيجة، شايفر تشافي ضغط على الحكم، نتيجة الذهاب هي سبب خروجنا من البطولة. بغداد بنجاح، لعبنا تحت ضغط وبيدرو ميغيل سعداء بالتأهل. في الصفحة الأخيرة من الملحق الرياضي لجريدة الراية نتابع مع بعض هذا التقرير. التحيل ضيع رقما قياسيا اسيويا تاريخيا، اجمل لوحه وفرحه مستحقه. الجريده قالت ان الفرحه بالتاهل المستحق للسد لم تكتمل بسبب الخروج الدراماتيكي للتحيل. الجريده اكدت مطلوب مسانده ودعم قوي للسد وتوفير كل سبل الراحه له قبل بيروزي. خسارة التحيل لن تؤثر على المعنويات ولن تجعلنا نقف عند هذا الحد، بل ستدفعنا جميعا للوقوف خلف الزعيم ومساندته ومؤازرته بقوة في المرحلة القادمة.
الساد يستحق أن يكون ممثلا قويا ومشرفا للكرة القطرية، ويستحق أن يجد الدعم والمساندة من الجميع حتى يكرر إنجاز 2011 ويحقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه. وعلينا من الآن أن نعمل على توفير كل الأجواء أمام الفريق وأمام نجومه حتى يتسنى له مواصلة المشوار، ويجب العمل على توفير كل سبل الراحة أمام لاعبيه حتى لا يتعرض للإرهاق. نذهب إلى جريدة الوطن ونتابع في غلاف ملحقها الرياضي. نرفع له العقال بعبوره الاستقلال، كفو يا زعيم فيريرا ما حققه السد إنجاز للكرة القطرية، نستحق التأهل ومواجهة بيرسبوليس كالنهائي. في صفحة تالية في الوطن نتابع أيضا. التحيل يخسر 1-3 أمام بيرسبوليس الإيراني بربع نهائي دوري الأبطال. يا حسافة قراءة معلول السيئة وأخطاء اللاعبين القاتلة أضاعت الحلم الأسيوي. نادر داود مساعد المدرب يقول الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة. دائما مع الوطن ونتابع في صفحة أخرى. خسر بفريق هدف وحيد أمام إيران بالبطولة الأسيوية لناشئي اليد الأدعم، يسارع اليابان على التأهل. خليفة تيسير صرح وقال رئيس بعثة منتخبنا الياباني صعب وقادرون على تعويض رياض البدوي مدرب الأدعم، أغلقنا الملف الإيراني. وحسن محمد لاعب الأدعم صرح وقال كذلك هدفنا الفوز على الياباني. في الصفحة الأخيرة من جريدة الوطن نتابع هذا التقرير. سلم المباراة والتأهل على طبق، أو هو الذي سلم المباراة والتأهل على طبق من ذهب لفريق بيرسبوليس معلول سقط بالقاضية. الجريدة قالت إن التحليل في استوديوهات الفضائيات أسهل بكثير من واقع الملاعب. الوطن أشارت إلى أن معلول انتقد مورينيو وعجز عن قيادة التحليل في طهران. إدارة نبيل معلول للمباراة كشفت الفارق الكبير بين التحليل في استديوهات القنوات الفضائية والتدريب على أرضية الملاعب. ومعلول الذي حلل مباريات برشلونة والريال وانتقد مورينيو وغوارديولا يسقط اليوم بالضربة القاضية ويسلم بطاقة تأهل تاريخية لمدرب بيرسبوليس برانكو ويهرب من المؤتمر. وفي ذلك كله فإن الكرة القطرية هي التي تدفع الثمن الباهظ بضياع إنجاز تاريخي انتظره دحيل وانتظرناه معه منذ ميلاده. ننتقل إلى جريدة الشرق ونتابع من الغلاف. بجماهيرهم وقتاليتهم ذيابة العالمي إلى نصف نهائي دوري الأبطال، أنا أشهد مالنا إلا السد. محمد غانم العلي عازمون على الفوز باللقب الأسيوي. وفي الغلاف أيضا خلفا للمهيزع المقال بسبب أزمة الانسحاب، البدر رئيسا لجهاز اليد بالريان. في الصفحة التالية من جريدة الشرق نطالع أيضا. في دوري قطر غاز مصلال اكتسح الاهلي بخماسيه العربي هساسيريه والخوره تعادل مع التحيل. في هذه الصفحه كذلك نتابع مع بعض. النوبي يركز على الجوانب التكتيكيه، اداره الملك تساند اللاعبين قبل لقاء الخور. وفيها ايضا قال ان المستوى في تحسن منصور موسى رئيس جهاز الكره، الخرطيات يطارد الفوز الاول. في الصفحة التالية من الشرق نتابع هذا التقرير. الفرق الست أكملت استعداداتها دوري الدرجة الثانية ينطلق غدا. الجريدة قالت إن فرق الشمال الوكرة ومعيذر تمتلك الطموحات من أجل تحقيق هدف الصعود لدوري الأضواء قبل الانطلاقة الرسمية للدوري غدا. من الشرق إلى العرب ونتابع هذه المجموعة من الأخبار.
جاسم بن تامر أكد فخرهم بوجوده في قلعة الفهود الغرافة يحتفي بنجمه العالمي سنايدر في صفحة ذاتها. المفاوضات جارية مع مدربين آخرين، عموتا يعتذر عن تدريب القطراوي في هذه الصفحة. أيضا نقرأ محمد المراغي مدير الدعم المؤسسي للبطولة، حفل استقبال تراثي يسبق انطلاق مونديال الجمباز، إغلاق باب التسجيل في 27 من الشهر الجلي وتوزيع البطاقات من المقر الرئيسي في أسباير. نختم جولتنا في الصحافة القطرية من جريدة استاد الدوحة بهذا التقرير. أول 3 مدربين تنهي أنديتهم علاقتها الفنية معهم. بالأرقام كيف كانت نتائج مبارك والسلمي والبياوي؟ الجريدة نشرت تقريرا رصدت خلاله نتائج المدربين 3 قبل إقالتهم، مؤكدة أن مسلسل الإقالات المبكرة لمدربي الأندية ما زال يتواصل. جولتنا على الصحافة القطرية انتهت، ونواصل الآن قراءتنا لباقي الصحف العربية، والبداية من الكويت ونقرأ من صحيفة الأنباء. تعادل رباعي الصدارة والشباب في دوامة الهزائم، العربي والقادسية أكبر المستفيدين من الجولة 3 للدوري الكويتي. مستمرون في الكويت، ولكن هذه المرة مع صحيفة السياسة التي نقرأ فيها. القادسية يمنح لاعبيه مكافأة تحفيز من صندوق الداعمين مارين، نسير بخطى ثابتة للمنافسة على الدوري. ومن نفس الصفحة كذلك نقرأ، وفد الأندية يطير إلى لوزان اليوم، حيث يبحث الوفد عددا من الموضوعات الهامة والمدرجة ضمن خارطة طريق إنهاء الأزمة الرياضية الكويتية نهائيا. من الكويت إلى العراق ونقرأ من صحيفة الزمان. الزورة يفتتح مشواره المحلي في مواجهة الحدود الجوية، تدافع اليوم عن اللقب الآسيوي الثالث أمام الجزيرة. ومن نفس الصفحة كذلك نتابع هذا المقال الذي حمل العنوان التالي، التراخيص على المحك، بقلم عبد الحكيم مصطفى، والذي تناول خلال المقال قضية التراخيص الآسيوية للأندية العراقية وعدم الانتهاء منها حتى الآن. أبرز ما قاله الكاتب نتابعه في السطور التالية. إدارات عدد من الأندية الرياضية المحلية حاولت ولا تزال تحاول عدم تطبيق تعليمات الاتحاد الآسيوي بخصوص التراخيص، لأنها تفضل استمرار الفوضى الإدارية. هذه الأندية المتلكئة في تنظيم شؤونها الإدارية الداخلية تسيطر منذ سنوات عديدة على السلطة الإدارية عبر الفوز بانتخابات شكلية ضمنت نجاحها هيئات عامة مغلوبة على أمرها. التساؤل الذي يقفز إلى الذهن هو، هل الإنذار الذي وجهته لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم لأندية القوة الجوية والشرطة ونفط الجنوب والميناء والديوانية والسماوة والطلبة والنجف هو إنذار حقيقي؟ أم أن الضغوط ستجبر لجنة التراخيص في تغيير قرارها لتستمر فرق الأندية 8 في اللعب بالدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي؟ مستمرون في العراق، ولكن هذه المرة مع صحيفة المدى ونطالع فيها. لقاء ناري للوطن مع الأرجنتين في افتتاح البطولة الرباعية بالسعودية. اتحاد الكرة يلغي وديتي عمان ولبنان. نترك العراق ونذهب الآن مشاهدينا إلى عمان ونقرأ من صحيفة عمان. ديربي شمال الباطنة بين الصحم والصحار أقوى المواجهات، 9 مواجهات تزيح الستار عن دور 32 للكأس اليوم. التحدي ورفض معادلة الخروج المبكر، شعار فنجة والسلام. جولتنا العربية مستمرة ونصل إلى المحطة الأردنية ونقرأ من صحيفة الرأي. نتابع من صحيفة الرأي ماذا حملت. الجزيرة يواجه القوى الجوية العراقي في نهائي كرة غرب آسيا اليوم نحو الحلم القاري. وعنوان آخر بنفس الصفحة يقول، الجهاز الفني للنشامة يبحث تعزيز التعاون مع مدربي أندية المحترفين. نبقى في الأردن وهذه المرة مع صحيفة الغد التي نتابع من هذا المقال، وجاءت تحت العنوان التالي. نذهب إلى الغد ونطالع.
كلام فيتال مجاملة أم ماذا؟ بقلم تيسير محمود العمير الذي تحدث عن منتخب النشامة مع المدرب الجديد فيتال، والذي أكد أن اللاعب الأردني لديه إمكانيات فنية عالية تؤهله للاحتراف في أبرز الدوريات الأوروبية. الكاتب قال: من الواضح أن كلام فيتال أقرب إلى المجاملة منه إلى الواقع، خصوصا في ظل المستوى الفني الواقع على صعيد الأندية والمنتخب معا. من الرائع أن يتم تنسيق المواقف بين مدرب المنتخب ومدربي أندية المحترفين، رغم أن الاتحاد لم يوضح بعد وبشكل رسمي فيما إذا كان فيتال سيقود المنتخب حتى نهائيات آسيا الإمارات 2019 أم أن مدربا جديدا سيتم التعاقد معه الشهر المقبل. ومن الرائع أيضا أن توضع النقاط فوق الحروف ويتم تحديد مواضع الخلل لتصويب المسيرة قبل أن يجد المنتخب نفسه أمام تحديات صعبة لم يجهز لها بالشكل الأمثل. المنتخب بحاجة إلى دعم معنوي شريطة عدم المبالغة به، فالجميع يدرك بأن المنتخب وصل إلى حالة شديدة من الضعف جعلته في وضع متراجع على لائحة التصنيف الدولية وجعلت نتائجه لا تسر أحدا. منتخبنا بحاجة إلى من يضع يده على الجرح دون خوف أو مجاملة، وإلا فإن الحال سيبقى على ما هو عليه. نذهب الآن إلى صحافة شمال إفريقيا والبداية من المغرب، ونقرأ من صحيفة المنتخب ماذا حملت اليوم. حالة من التعبئة القصوى داخل جمهور الوداد. في التفاصيل قالت الصحيفة إن جمهور نادي الوداد البيضاوي ينتظر بفارغ الصبر المواجهة المرتقبة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نادي بفاق سطيف الجزائري من أجل مساندة الفريق وتعويض خسارة الذهاب بهدف ومواصلة مشوار الحفاظ على اللقب الإفريقي. من المغرب إلى تونس، ونقرأ من صحيفة الجمهورية. خمسة عشر ألف تذكرة لجمهور النجم الساحلي وجماهير الترجي ممنوعة. في التفاصيل قالت الصحيفة إن الجهات الأمنية في تونس وافقت على طرحية 15,000 تذكرة لمباراة النجم الساحلي والترجي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة، وتقرر بذلك عدم حضور جمهور الترجي في إطار المعاملة بالمثل. ختام الجولة العربية اليوم من الجزائر، ونقرأ من صحيفة الشروق. زلزال بلوغين لن يمر بسلام، واتهامات إلى اللاعبين برفع الأقدام. مشجعون يقتحمون مقر العميد ويطالبون برحيل قاسي السعيد. غريب يخطط للعودة في ديسمبر، وكذلك يبحث فتنة بسبب الأموال. مستمرون مع الشروق الجزائرية، ونقرأ من صفحة أخرى. نذهب إلى الشروق ونقرأ من صفحة أخرى ماذا حملت. الأول فاز بهدف وثانية خسر بهدف. الوفاق والاتحاد حقق نتيجتين فخ في كأسي إفريقيا. ونقرأ أيضا من نفس الصفحة محمد إبراهيم المنسق العام لاتحاد الكرة العراقي يكشف مسؤولو الجوية وقعوا في أخطاء فادحة وسيتعرضون لعقوبات قاسية. لا يحق لرئيس الجوية أن يطلب من الحكم إخراج الجماهير. نبدأ جولتنا العالمية لهذا اليوم من إسبانيا، ونطالع هذه التصريحات المثيرة لداني ألفيش في صحيفة ماركا والتي كتبت على صدر الغلاف. نتابع ماذا كتبت ماركا. داني ألفيش: ريال مدريد أخطر بدون رونالدو. أبرزت الصحيفة تصريح نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي داني ألفيش، يؤكد خلالها أن نادي ريال مدريد أصبح أقوى وأخطر بعد رحيل وانتقال نجمه السابق كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي. من سبورت الكتالونية نقرأ هذا التصريح لجوزيب ماريا بارتوميو الذي تحدث في لقاء مطول عن الشأن الكتالوني، وقد اخترنا من المقابلة هذا العنوان. بارتوميو: ميسي يجب أن يكون خارج المنافسة. بارتوميو قال: أنا مندهش من عدم ترشيح ميسي لجائزة أفضل لاعب بالعالم، إنه من كوكب آخر ويجب أن يكون خارج المنافسة، لأنه عندما يترشح فمن الطبيعي أن يحصل عليها. مستمرون في إسبانيا، ونقرأ من صحيفة آس هذا العنوان.
الفيفا يرفض إقامة مباراة برشلونة وجيرونا بأمريكا. أكدت الصحيفة أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفض فكرة إقامة مباراة جيرونا أمام برشلونة بالدوري الإسباني على ملعب هارد روك بولاية ميامي الأمريكية، وهو ما يزيد بالتالي احتمالية عدم إتمام الفكرة التي طرحها رئيس رابطة الليغا الإسبانية، ولا تزال لم تلقى قبول إدارة برشلونة حتى الآن. ننتقل الآن إلى فرنسا ونطالع في صحيفة ليكيب جانبا من الحوار المطول للألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول الليلة في دوري الأبطال، ونقرأ في أبرز العناوين. توخيل صرح وقال: لا يوجد نجاح بدون علاقة قوية مع اللاعبين. توخيل أكد رضاه بنسبة 100% عن المجموعة الحالية من اللاعبين في باريس سان جيرمان، مؤكدا أنه يعمل معهم للمضي قدما وتحقيق كل الأهداف المطلوبة هذا الموسم. وقال إن تشامبيونز ليج ليس هدف الفريق الوحيد، ولم تشترط عليه الإدارة الفوز بالبطولة عند التوقيع معه. في فرنسا أيضا نقرأ من صحيفة فرانس فوتبول تفاصيل لقاء النجم المصري محمد صلاح، ونطالع في العنوان. صلاح: يمكننا الجمع بين الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال. قال صلاح إن ليفربول قادر على التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى بعدما فعلها الموسم الماضي وخسر أمام ريال مدريد، مؤكدا أن الريدز قادرون على الجمع بين الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، فكل شيء ممكن في كرة القدم. من فرنسا ننتقل إلى إنجلترا ونقرأ هذا الخبر في ذا سان تحت العنوان التالي: بيكام يخطط لضم ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي. يسعى النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي إلى ضم ليونيل ميسي لناديه في عام 2020 ضمن خطة النادي، والتي تتضمن جلب لاعبين عالميين مثل بيكي ورونالدو. أيضا في إنجلترا أيضا نطالع من صحيفة مترو: تشيلسي يفاوض دافيد لويز لتجديد عقده. هذا ما كتبت الصحيفة، حيث تستعد إدارة تشيلسي لفتح محادثات تجديد عقد مدافع الفريق البرازيلي دافيد لويز، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري خوفا من التوقيع لأي ناد آخر في يناير المقبل. نغادر إنجلترا، نحلق الآن في الأجواء الإيطالية ونقرأ هذه التصريحات للنجم فرانشيكو توتي التي نقلتها صحيفة لا غازيتا ديلو سبور تحت العنوان التالي: توتي صرح وقال: مودريتش يستحق الكرة الذهبية. النجم الإيطالي استعاد ذكريات قبل مواجهة ريال وروما غدا، وكشف أنه كان على بعد خطوة واحدة من الانتقال عام 2004 للفريق الملكي، وتطرق توتي لترشح مودريتش لجائزة أفضل لاعب في العالم، مؤكدا أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب هذا العام عن جدارة. نختتم جولتنا العالمية لهذا اليوم من البرتغال ونتعرف على الإنجاز الجديد للحارس الأسطوري إيكر كاسياس، والذي ظهر على غلاف صحيفة ريكورد تحت هذا العنوان. كاسياس على موعد مع رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا. سيصبح الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس أول لاعب يشارك في 20 نسخة في تاريخ دوري أبطال أوروبا عندما يدافع عن ألوان فريق بورتو في لقائه اليوم ضد بورتو، لتكون هذه المباراة هي رقم 168 بالنسبة له في هذه المسابقة. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.